هلا سالم، سمعوني. انا غيرت الطباخ مالي القديم وشريت واحد جديد، وحبيت اقول لكم ان هالطباخ الجديد هذا وايد خطر، اخطر من القديم. وانا الحين قاعد انبه عليكم لا تقربون صوبه لانه وايد خطر، واحتمال كبير فجاه كذي يقب عليكم يفجر بالبيت كله. سامعيني؟ لا حد يقرب صوبه. عفا عليك يمه، ان شاء الله ما راح نقرب يمه. ان شاء الله يمه، اكيد من غير ما توصين. عافية على عيالي، انا ادري فيهم شطار ويسمعون الكلام. سالم انا وايد ملانة، شايك نلعب ويا بعض؟ انا بعد يا سناء وايد ملان، مو عارف شنو نلعب، انت فكري بعد وقولي لي. ما ادري سالم، انت تعرف العب وايد، قولي وانا اقول لك اذا نلعبها ولا لا. شلايش نلعب غميضة؟ لا لا سالم، انا مليت منها. زين خلاص نصعد فوق بالبلكونة شوي. وين اللعبة بالموضوع سالم؟ ما ابي اصعد بالبلكونة. زين خلاص، شلايش نلعب سباق انا وياك ونشوف من اسرع واحد فينا؟ هم بعد لا سالم، ما ابي العب كذي. وي غثيثة، ما ادري شنو اللي يعجبك، انا اقول ابي اروح اشوف لي شي بالمطبخ اكله، منها اتسلى ومنها اشبع منه. لازم اصعد فوق واكمل شغلي، انظف القرف بعد واكوي الملابس، ان شاء الله سناء وسالم ما يدشون المطبخ اليوم كله. الله، انا بخاطري اجرب هالفرن الجديد هذا، شكله وايد يحمس ويشوق ان انا العب فيه، يا ريت امي تخليني العب فيه شوي. او عادي، ليش انا ما العب فيه؟ امي ما تدري، انا ما راح اسوي فيه شيء، انا مو ياهل بعد عشان احرق البيت. خلاص عيل، الفكره وايد حلوه، راح انادي سناء ونلعب شوي. امبي سالم من صدقك؟ مستحيل مستحيل، امي ما راح ترضى وراح تهاوشنا وايد. شفيت سناء، خو احنا ما راح نسوي شيء، بس راح نشوف شلون يشتغل. يلا سناء، اول شيء انا راح اعلي الفرن شوي، واحد اثنين ثلاثة. الله يا سناء، شوف النار شلون تطلع قوية وايد. انا بعد بجرب وياك سالم. اف اف سالم، شوف النار لوين وصلت، امبي شنو هذا؟ يكون البيت راح يحترق علينا. ايش سناء، شوفي شوفي النار واصلة لاخير شيء اللي فوق، بسرعة خلنا ادي امي بسرعة. بسم الله، شو هالاصوات؟ ايش فيهم يصرخون هذيل؟ الله يستر، بس انا كني قاعد اسمع حريقه وما ادري شنو، خلي لحق عليهم بسرعه واشوف شنو فيه. انا كاني الناس جاي. يلا يا سناء وسالم، بس شنو صاير؟ خرعتوني. ايش فيكم تصرخون؟ خرعتوني، شنو في؟ شنو صاير؟ ايش وانك شايفه بسرعه يمه، بيتنا كله كان يبي يحترق، انا ايدي شوي قامت تعورني من النار، وحتى سالم بعد. اي يمه، وصل النار اخير شيء ليه فوق ليه فوق، انا مت من الخرعه شنو نسوي؟ وتمينا ناديك بصوت عالي عشان تينا. واصلا انتو شنو دخلكم المطبخ؟ ليش قاعدين تلعبون بالنار؟ انا موصيتكم ومنبهة عليكم الف مرة، لا حد يقرب صوب النار، زين كذي بقيتوا تحترقون تحرقون البيت وياكم؟ ما ندري يمه، احنا كنا وايد ملانين وقلنا بس نجرب النار الجديدة. خلاص عيل، الحين جربتوا النار وما صار فيكم شيء، انا اتوقع ما راح تتوبون الا عقب ما تحرقون نفسكم وتحرقون البيت كله. سمعوني عدل، لا اشوف احد فيكم يلعب بالنار، ولا ترى ها اعلم ابوكم وهو يعرف يتفاهم معاكم عدل. وبشذي حلقة اليوم خلصت، نشوفكم ان شاء الله بحلقة ثانية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، واهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.